مساء الخير، برحب بيكم في مدرسة الكرازة من خلال التلمذة. النهاردة عندنا اجتماع خاص جدا جدا. النهاردة الموضوع اللي هنتكلم عنه وجوايا، مش ان احنا نتكلم عنه جوايا، احنا نختبره بطريقة عملية. النهاردة هو الشفاء الإلهي. علشان كده بشجع اي حد معانا على الزوم، على اليوتيوب، على الفيسبوك، على قناة الكارما، لو انت في حد يهمك بيعاني من مرض معين، بيعاني من مرض خطير، وبالاخص لو بيعاني من كورونا فيروس، احنا النهاردة بنجتمع بنعلن ايماننا ان النهاردة في شفاء. احنا بنتكلم عن الشفاء الالهي وبنعلن قوة الرب الشافية لناس كتيرة جدا. عشان كده لو في حد تعرفه جيبه يحضر معانا الاجتماع. احنا اخر 25 دقيقة هتبقى بس صلاة وتسبيح من اجل الناس المريضة، من اجل اختبار، ومن اجل لمسات الهية للشفاء الالهي. امين. فشجع اصحابك ان هم يجوا يبقوا موجودين معانا النهارده في هذا الاجتماع الخاص جدا جدا والهام جدا جدا لينا كلنا. اتفضل يا عماد. مساء الخير، برحب بيكم مرة تاني وبشكر الدكتور إيهاب لوجوده في وسطينا النهاردة، ومعانا أخونا أشرف. هنقضي وقت تسبيح وعبادة. عايزك بس ترفع قلبك كده وأنت قاعد، زي ما كان بيشاركنا أخونا الدكتور إيهاب. إحنا عندنا موضوع هام جدا اسمه الشفاء الإلهي. إحنا بنؤمن ونثق تماما في شفاء الرب للأجساد والأرواح والنفس. دي ثقتنا في الرب يسوع المسيح اللي يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. ده ايماننا ودي ثقتنا. ارفع ايمانك معايا النهارده، ارفع قلبك، ارفع ايدك. هقرا معاك ايه مكتوبه عن الرب يسوع المسيح، ايه مشهوره جدا كانت موجوده في اشعياء 61، واراها الرب يسوع المسيح ليه كل المجد وهو داخل المجمع في لوقا 4. اشجعك اذا كان معاك الكتاب المقدس تفتح الكلمات دي. قالها الرب يسوع المسيح ليه كل المجد، يقول لما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه. أشعياء لوقا 4 والإصحاح الرابع، وموجود نفس الشاهد بروح النبوة عن الرب يسوع المسيح في أشعياء 61. يقول روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسري القلوب. وكأنه وأنا بقرأ الشاهد ده اللي جوايا بالروح القدس، كأني بقول للرب يسوع المسيح، لما تسأل دكتور إيهاب تقول له إيه وظيفتك، يقول لك أنا دكتور. ولما تسأل رب يسوع المسيح في المشهد ده وإنت بتفكر معايا، ده اللي الروح القدس شاور لي عليه دلوقتي وأنا بقرأ الجزء ده، أنت وظيفتك إيه يا رب؟ يقول لك أنا جيت لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. دي الوظيفة بتاعته، دي الشغلانة بتاعته اللي تقدر النهاردة تتمسك بيها وتطلبها من كل قلبك. وإحنا بنسمع موضوع الشفاء الإلهي من أخونا إيهاب، وانت كان عندك مرض او تعرف اي حد، ترفع الكلمات دي لانادي للمؤثرين بالاطلاق وللعمي بالبصر، وارسل المنزحكين في الحريه، واكرز بسنه الرب المقبوله اللي هي في العهد القديم سنه اليوبيل اللي هي كل واحد فيها بيطلق للحريه. الجميل في الجزء ده اللي قاله الرب يسوع المسيح انه في اشعياء وقف النص عند كده، لكن الجميل والمعزي والمشجع والحقيقي انه قال لهم كده، فابتدى يقول لهم انه اليوم قد تم هذا المكتوب فيما سمعتم. وانت بتسمع الايه دي معايا وانت رافع ايدك ورافع قلبك ورافع عينيك للسماء حيث ياتي عوني، بيقول اليوم قد تم هذا المكتوب. مش ايه مكتوبه في سفر اشعياء ولا ايه مكتوبه كتبها الدكتور الطبيب لوقا، لكن بيقول اليوم قد تم هذا المكتوب فيما سمعتم. يا رب انا رافع ايدي مع اخواتي ومصدق في حضورك الغير عادي والغير عجيب يا رب في اجتماعنا النهارده باسم يسوع المسيح. يا رب انت تتعامل معانا يا رب، وقت التسبيح تلمس يا رب كل نفس معيه وكل مريض يا رب في الشعب، واحنا بنسمع الكلمه يا رب الكلمه تخترق يا رب كل حواجز جوانا، الكلمه تخترق يا رب كل تعليم انك مش بتشفي، كل تعليم يا رب ان انت مش موجود،
كل تعليم يا رب ان انت كنت زمان بتشفي يا رب، انا بصلي في اسم المسيح بالكلمه المفتوحه بتاعه القدس، اخترق يا رب كل الحواجز دي، نعلن ملكك وسيادتك يا رب علينا وعلى الاجتماع بتاعنا وعلى كل حد يا رب بيسمعنا ايا كان الموقع اللي موجود فيه، في اسم المسيح يا رب نثق ونؤمن يا رب علمتنا كل ما تطلبون من اسمك، انا بصلي كل الصلاه دي وكل الطلبات دي باسم الغالي يسوع المسيح الذي يسمع ويستجيب. نعم الهنا يسمع ويستجيب في اسم يسوع اصلي امين. تفضل يا اخونا اشرف. هاليلويا هاليلويا. اشرف اشرف ان ميوت يا اشرف بليز. هاليلويا هاليلويا. في اشعياء 33 وعدد 17 بيقول كده: الملك ببهائه تنظر عيناك. عندي ايمان النهارده ان عينينا تتملي بالرب، تتملي باعلان الملك، اعلان الرب اللي ليه كل السلطان. الملك ببهائه تنظر عينيك تريان أرض بعيدة، قلبك يتذكر الرعب، أين الكاتب؟ أين الجابي؟ أين الذي عدى الأبراج؟ الشعب الشرس لا ترى، الشعب الغامض اللغة عن الإدراك، العي بلسان لا يفهم. وتيجي الآيات اللي عاوز أشارك بها: انظر صهيون مدينة أعيادنا، عيناك تريان أورشليم مسكنا مطمئنا، خيمة لا تنتقل لا تقلع أوتادها إلى الأبد، وشيء من أطنابها لا ينقطع، بل هناك الرب العزيز لنا مكان أنهار والترع واسعة الشواطئ، لا يسر فيها قارب بمقداف وسفينة عظيمة لا تكتاز فيها، فإن الرب قاضينا، الرب شارعنا، الرب ملكنا، هو يخلصنا. تعالوا نعبد الملك، تعالوا عنينا النهاردة تترفع على الملك ونعظم الملك، نرى بهاء ونرى مجده. الرب العزيز هو ملكنا، هو مخلصنا، هو فدينا، هو قضينا، هو شارعنا، هو اللي يشرع ليا وليك، هو اللي يقضي ليا وليك، هو اللي يحكم ليا وليك، يحكم بالإنصاف ويحكم بقضاء على كل أرواح شر. تعالوا نرفع الرب معا. أتينا إلى جبل الرب، إلى مدينة الملك العظيم، مدينة الرب إلهنا، مدينة أعياد. انظروا صهيون مدينة أعيادنا، عيناك تريان أورشليم مسكن مطمئن. الملك هنا، الملك هنا، إلهنا هنا، حي هو الرب الذي أعبده وأبارك اسمه وأرفعه. أتينا إلى جبل الرب، إلى أورشليم السماوية، إلى مدينة أعيادنا، حيث بهاءك ومجدك وسلطانك أيها الرب، مجدا ليك. قد أتيتم إلى جبل الرب، إلى مدينة الله الحي، وإلى أورشليم السماوية، جبل الرب، إلى مدينة الله الحي، وإلى أورشليم السماوية، إلى يسوع واسط العهد الجديد. فلننظر صهيون مدينة أعيادنا، شارعنا الرب ملكنا يخلصنا.
مسكن مطمئن لا يكون ساكن فيها. أنا مريض الشعب الساكن فيها مغفور الإثم. الرب يستعلن في وسطنا ملك. هللويا. الرب جاء من علا والقدوس تلألى من سما جلاله غطى السماوات والأرض امتلأ من تسبيحه. الله جاء من علا والقدوس تلألى من سما جلاله غطى السماوات والأرض من تسبيحه. فلننظر سهيون مدينة أعيننا والنار أورشليم مسكن مطمئن لا يكون ساكن فيها. أنا مريض. هللويا. الشعب الساكن فيها مغفور الإثم. الرب عظيم في وسطنا ملك يخلص. الرب عظيم في مجده نبتهج ونفرح بملكه. الرب قاضينا وشارعنا. الرب ملكنا يخلصنا. الرب عظيم في مجده نبتهج ونفرح بملكه. الرب قاضينا وشارعنا. الرب ملكنا يخلصنا. انت يا رب ملكنا. انت الهنا. بنعظمك بنباركك وبنديك كل المجد لانك ملكنا جبار تخلص. عينينا تنظر الى الملك، الى بهاء الملك، الى عظمة الملك والى قوة الملك. هللويا. هللويا. بنعظمك بنباركك بنديك كل المجد. انت مستحق كل المجد كل المجد. اله امانة لا جور فيه صادق وعادل. انت الصخر الكامل صانعه. انت الرب الممجد. اله امانة لا جور فيه صادق وعادل. انت الصخر الكامل صانعه. انت الرب الممجد. نفرح بك يا إلهنا نفتخر بك أنت عزنا. نفرح بك يا إلهنا نفتخر بك أنت عزنا. تضيء سراجي تنير ظلمتي فلا تتقلقل قدماي. تمنطقني بالقوة فيصير طريقي يا كاملا. تضيء سراجي تنير ظلمتي فلا تتقلقل قدماي. تمنطقني بالقوة فيصير طريقي يا كاملا. نفرح بك يا إلهنا نفتخر بك أنت عزنا. نفرح بك يا إلهنا نفتخر بك أنت عزنا. من مثلنا شعب منصور بك. أنت الرب قوتنا. تسحب أعدائنا تحت أرجلنا وينتصب قرننا. من مثلنا شعب منصور بك. أنت الرب قوتنا. تسحب أعدائنا
نعم منصور بالرب. ردد جواك كده هذه الكلمات: أنا شعب الرب، وشعب الرب شعب منصور. الملك في وسطنا، الملك في وسطنا، الرب ملكنا، الرب شرعنا، الرب قضينا. هو إله أمانة، أنت رب إله أمين، له رفيق صديق وعادل، ملآن مراحم وملآن نعمة. لحظات كده وانت بتتابع معانا، ولو بتتابع بعد كده نغم للرب وارفع الرب بصوتك. ننغم ونرنم بجبروت إلهنا الأمين، الملك، ملك عظيم، ملك قدير. من مثلنا شعب منصور بيك أيها الرب، سيف عظمتنا، قوتنا هو الرب. الرب العزيز لنا قوة وملجأ، هللويا، مسكن مطمئن، مكان للراحة. تعالوا نعلن كمان مرة: من مثلنا شعب منصور بالرب. اعلن كده معايا: أنا شعب الرب، أنا منتصر بالرب، أنا غالب على كل أرواح شريرة، على كل أرواح انزعاج أو خوف أو قلق أو مرض. نعلن الرب العلي المتسلط على مملكة الناس، هاليلويا. اعلن معايا: من مثلنا شعب منصور بك، أنت الرب قوتنا، تسحق أعدائنا تحت أرجلنا قرننا. كمان مرة اعلن بإيمان: نحن شعب الرب، شعب منتصر وغالب، الرب قوتنا، تسحق أعدائنا تحت أرجلنا وينتصب قرننا. الرب أبطل مؤامرات الأمم، لاشى أفكار الشعوب، أفكار الشعوب، أما مؤامرة الرب فإلى الأبد تثبت، أفكار قلبه إلى دور فدور، أفكار قلبه إلى دور فدور، أفكار قلبه إلى دور فدور، أفكار قلبه إلى دور فدور. الرب أبطل مؤامرات الأمم، لاشى أفكار الشعوب، أما مؤامرات الرب فإلى الأبد تثبت، أما مؤامرات الرب فإلى الأبد تثبت، أما مؤامرات الرب ترعاني بحب.
هنمتحن كده قبل ما نكمل اللحظات اللي جايه في التسبيح، انا ودكتور ايهاب وعماد في الصلاه، لان في ناس كتيره حوالينا تعبانه وطالبه صلوات وطالبه مننا نقف من اجلهم. فتعالوا نرفع ايدينا كده ونعلن الرب الشافي في وسطنا، هو ابونا، هو شفينا، هو مخلصنا. نعم نعلن الاب الصالح الحنان، ابونا صالح وحنان، ابونا امين، ابويا يهتم بيا ويهتم بيك. فتعالوا نعلن كده امانه الرب وصلاح الرب. اصرخ يا ابا الاب بداله البنين، نصرخ يا ابا الاب، نصرخ ونهتف ونتضرع الى ابا الاب. ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ولياتي ملكوتك، ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. كل مرض في الجسد باسم الرب يسوع شفاء، كل كورونا باسم الرب يسوع مأثره على النفس وعلى الصدر باسم الرب يسوع بنعلن شفاء الان. كل امراض في القلب بنعلن شفاء الرب. لو انت خايف على والدك او والدتك بسبب كبر السن، خايف عليهم من كورونا، اعلن هو اب صالح، هو اب امين. هو ابونا، هو مخلصنا، هو ملكنا، هو شفينا. هنعلن كمان مره يا ابانا، اصرخ معايا لو انت مريض، قول له يا ابا الاب شفاء وحرية. ولو انت بتصلي لحد قريب منك، اعلن يا ابا الاب مد ايدك ومد يده وشفاه. هللويا هللويا، انت ابويا يا ابي، انت ابي يا ابي، أطلقت حياة في دار الشعوب ونور للأمم. قيامة يسوع أطلقت حياة في دار الشعوب ونور للأمم. أعطانا الأرض ملكا لنا، آيات وعجائب ترى عيوننا. قد أعطانا الأرض
أرضى ملكا لنا آيات وعجائب ترى عيوننا إله عظيم إله قدير يقول فيكون يأمر فيصير إله عظيم إله قدير يقول فيكون يأمر فيصير قيامة يسوع اطلاقت حياة فداء للشعوب ونور للأمم قيامة يسوع اطلاقت حياة فداء للشعوب ونور للأمم بنعلن يسوع المقام روح القيامة وروح الحياة نعلن يسوع الحي في وسطنا المقام بين الأموات روح القيامة روح الحياة لا موت اعلم معايا كده كل روح خوف لا موت اعلم كده لا موت لو انت مريض وخايف او خايف على قريب ليك مريض اعلن لا موت روح القيامة وروح الحياة يملأنا الذين يصرخون يا آبا الآب يصرخون ويعلنون أنت القيامة أنت الحياة فيك القيامة وفيك الحياة كل روح خوف يهرب إلى الخارج كل روح مرض يهرب إلى الخارج باسم الرب يسوع لأن روح القيامة هنا أؤمن أن روح القيامة بيتحرك عبر الشاشة وأنت بتسمع الآن 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 يعمل فينا هو العامل فينا بك نحيا بك نتحرك بك نوجد حياة باسم الرب يسوع لا موت بل حياة لا لرائحة الموت في شعب الرب وفي كنيسة الرب التي تؤمن أن الرب هو حياتها هو القيامة هو القادر هو إله الآيات والعجائب إن كنت تؤمن إن هو القيامة والحياة يستطيع أن يقيمك إذن أعلن جواك كده أنت القيامة أنت الحياة أنت الصانع العجائب وحدك من يستطيع أن يقيم من الموت إلا أنت بنعلن أنك في وسطنا أنت قدينا أنت شارعنا الرب يقضي على كل روح موت على كل روح خوف أي حد بيحلم أحلام مزعجة بقاله أيام أو كوابيس اعلن معايا مسكن مطمئن في حضن الآب راحة وأمان وطمأنينة وكل ما يسبب الانزعاج يهرب إلى الخارج يهرب إلى الخارج باسم الرب يسوع لكل المجد مساء الخير مرة كمان برحب بكم النهاردة وقت خاص مليانين بالإيمان إن الرب عايز يشفي ناس كتيرة في الواقع هو الرب عايز يشفي الجميع مشيئة الرب هي شفاء الجميع بلا استثناء جوايا كده واحنا بقبل واحنا بنسبح الرب شفت مشهد كده جوايا ان في امرأة سيدة لابسة فستان اخضر مش مشجر وهي تعبانة قوي في ناس حواليها باسم الرب يسوع بصلي كده باسم يسوع اجل هذه الاخت باسم الرب يسوع شفاء الان باسم الرب يسوع ولو
انت معانا دلوقتي بتسمعونا كده، لو حد بنتك او ابنك حط ايديك على الاخت دي الان باسم الرب يسوع، ونؤمن ان قوه الرب تلمسها الان باسم الرب يسوع، شفاء كامل الان باسم الرب يسوع. كمان كده حسيت جواني كان في ناس بتسمعنا كتير جواها في ملامه على الرب، بتقول طب احنا خدام الرب واحنا بنحب الرب واحنا امن على الرب، ليه الامور دي بتحصل معانا؟ ليه الرب نسينا؟ في الرب بعت لك كلمه كده بسيطه ان الرب مش نسيك، الرب مهتم جدا بيك، الرب مهتم جدا انه يخرجك من الخطر اللي انت فيه باسم الرب يسوع. هاليلويا. احنا انشغلنا ان احنا نتكلم النهارده على موضوع الشفاء الالهي نتيجه ان فجاه بقيت اخبار الكورونا فيروس منتشره جدا، والاخبار الناس اللي بتتعب، وفي الواقع اخبار الناس اللي بتنتقل كتيره جدا، فالاخبار المزعجه ملت الاجواء حوالينا، ولان كلمه الرب فيها هي الشفاء، انه كلمه الرب هي اللي بتخلق جوانا الايمان، وزي ما بيقول مزمور 91 كده ترس ومجان حقق، الحق اللي في كلمة الرب بيدي المؤمن مناعة، يدينا مناعة ضد المرض، يرفع معنوياتنا، يشددنا علشان ما نبقاش كده أبوابنا مفتوحة للمرض باسم الرب يسوع. فإحنا أنا جوانا أتكلم بسرعة علشان نفسي ناخد 25 دقيقة 20 دقيقة نصلي بس من أجل الشفاء. حاسس جوانا في قوة رب هتخرج النهاردة من أجل شفاء كثيرين جدا، وشجع أي حد لو حد من أسرتك، لو حد من عائلتك مش قادر يحضر دلوقتي خليه يحضر معانا بعد نص ساعة، هيكون في وقت صلاة علشان يتلامس مع قوة الرب الشافية. جوايا النهاردة إن أشاور على نقط معينة لها علاقة بالشفاء. يمكن المفاهيم دي لما بتتصلح إيماننا بيرتفع ومتوقع الشفاء أكتر وأكتر، لأنه الشفاء الإلهي مرتبط بالإيمان. زي ما الرب يسوع كان بيقول كده حسب إيمانك يكون لك، ولما جاله الأب اللي عنده ابن مجنون رب قال له إن كنت تستطيع أن تؤمن. فالإيمان هام جدا، الإيمان بكلمة الرب، الإيمان وبيقول الكتاب المقدس عن الشفاء الإلهي هام جدا جدا. والأهم إن إحنا محتاجين إن إحنا نتحرر من تأثير العيان وتأثير الاختبارات اللي حوالينا في الإيمان الإلهي، الشفاء عن الشفاء الإلهي باسم الرب يسوع. أول حاجة عايز أتكلم عنها إن المرض ده مش اختراع إلهي. المرض لما الله خلق آدم وحواء، خلق الإنسان، كان جوه قلب الرب، جوه قلب الله إن الإنسان يبقى مخلوق أبدا ما يموتش أبدا، لكن نتيجة إن الإنسان خضع لإبليس، ونتيجة إن آدم وحواء أطاعوا الحية وأكلوا من شجرة معرفة الخير والشر، النتيجة زي ما الرب كان قال لهم، والرب حذر آدم وحواء قال لهم لو أكلتم من هذه الشجرة موتا تموتوا. نتيجة إن الإنسان كسر وصية الله ولم يطيع وصية الله أكل من شجرة معرفة الخير والشر، النتيجة إنه الموت دخل العالم، والموت يشمل الموت الروحي، الانفصال عن الله، ان الرب بقى بعيد، ما فيش العلاقه اللي فيها الصداقه، وده اتكلمنا عنه كتير في المدرسه، وكمان الموت الجسدي، والموت الجسدي اللي هو القابليه للموت، قابليه لهذا الجسد انه يبقى مريض، قابليه هذا الجسد انه يجيله فيروسات، يجيله بكتيريا، يجيله امراض خطيره تؤدي الى الموت. فالمرض مش فكرة الله، المرض دخل الأرض وتأثر على الإنسان نتيجة إن الإنسان لم يخضع لله. فأول حاجة لازم نتحرر منها فكرة إن ربنا بيجيب المرض، إن ربنا بيرسل المرض. كلمة الرب تعلمنا كده إن
ان كل عطيه صالحه نازله من عند الله ابي الانوار، فقط العطيه الصالحه. لو انت شايف ان المرض عطيه صالحه، لو شايف ان المرض دي حاجه حلوه بتدمر الجسد، بتخلي الانسان ضعيف مش قادر يتحرك، يبقى ده من رب. لكن بكل تاكيد كلنا شايفين ان المرض حاجه سيئه، بدليل ان اول ما شخص يبقى مريض يطلب الصلاه، يروح للدكتور يدور على العلاج، عايز يتخلص من المرض باي طريقه. فبكل تاكيد المرض مش من الرب. نشوف ازاي فكر الله، نتعرف ان ايه فكر الله ناحيه الانسان وناحيه صحته، نشوفه ازاي الرب يسوع كان عايش على الارض. الرب يسوع قال بنفسه كده انه في وجوده على الارض هو كان بيصنع مشيئه الاب، يعني والرب يسوع كان بيعمل على الارض ايه؟ كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. كان الرب بيتحنن على المرضى وكان يشفي الجميع، جميع المحتاجون الى الشفاء شفاهم يسوع. اي حد كان محتاج شفاء ويجي ليسوع كان يشفى. ما فيش قصه واحده في الكتاب في العهد الجديد تقول لنا ان الرب يسوع جاله شخص مريض والرب يسوع قال له لا، روح توقف عن الخطيه الفلانيه وتعالى بعد كده اشفيك، او شخص جال للرب يطلب شفاء الرب يسوع قال له لا، ده المرض ده لتاديبك، استنى شويه لحد ما التاديب كده اخلاقك تتغير وتتوقف عن الخطيه. لا، كان دائما اي حد يجي للرب يسوع بايمان من اجل الشفاء كان دائما الرب يشفي، كان دائما الرب يشفي. ففي فكره علشان نتوقع كده الشفاء النهارده، الفكره الاولى ان المرض ليس من الرب، المرض مش بركه، ده العكس. لو تقرا تثنيه 28 تشوف ان المرض بصوره واضحه جدا الكتاب بيسميه لعنه. اللعنه كان لو لما شعب الله ما يطيعش الرب كان تاتي عليه هذه اللعنات، ومن هذه اللعنات هي المرض. المرض ف اوعى تقول المرض ده بركه، المرض ده لعنه نقاومها، زي بالظبط ما بنقاوم الخطيه، زي ما الكتاب بيقول قاوموا ابليس فيهرب منكم. احنا بنقاوم المرض، نقاوم المرض، هنشوف ازاي. لكن عايزك في البدايه تتذكر وتحط ده في ذهنك ان المرض ليس من الرب. الحاجه الثانيه زي ما قلت لكم من شويه ان اراده الرب هي دائما الشفاء، دائما اراده الرب الشفاء دائما، ما فيش استثناء. زي ما قلت لك حالا انه لما كان اي شخص يجي للرب يسوع من اجل الشفاء لو امن كان يشفى، كان هو ده الريكويرمنت او الامر الوحيد اللي كان مطلوب من الشخص عشان يختبر الشفاء، هو الايمان. الايمان فإرادة الرب دائما هي الشفاء لك، مهما كان المرض، مهما كان الضعف اللي فيك، مهما كان المرض خطير جدا، مهما كان المرض ملوش شفاء عند البشر. لكن انا عايزك تعرف إرادة الله ايه ليك. إرادة الله ليك ان تشفى، إرادة الله ليك ان انت تكمل عدد ايامك على الارض، إرادة الله ليك انك انت تعيش ايامك على الارض بتخدمه، قادر تخدمه، قادر تخدم أسرتك، قادر تخدم كنيستك، قادر تخدم البلد اللي أنت عايش فيها. مكتوب كده في سفر الخروج إن الرب يبارك خبزك وماءك ويزيل المرض من بينكم. ده خطة الرب إنه يزيل المرض من بيننا. سمع واحد طب ليه مش بيحصل ده؟ استنى ما تستعجلش، إحنا بنحط الأساس وهنوصل في الآخر للإجابة للسؤال اللي أنت بتسأله. يبقى الحاجة التانية، المفهوم التاني، إن دائما إرادة الله ليا هي الشفاء. عرفت ده منين؟ من بص اقرأ الأناجيل. هل في مرة واحدة الرب قال له لأ ما ينفعش أشفي؟ لأ ما فيش. لما جه الأبرص للرب يسوع قال له يا رب إن كنت تقدر، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني. الرب قال له نعم أنا أريد، أنا عايزك تشفى من غير شروط. الرب قال له أنا عايزك تشفى، والرب شفى هذا الشخص الأبرص. وفي رسالة يوحنا الثالثة آية شهيرة جدا، عارف معظمنا حافظها، يوحنا بيكتب للشيخ غايس هناك بيقول له كده
صلاة بيصلي له أو بيعلن كده عن مشيئة الرب للشيخ غايس، بيقول له إيه؟ أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك صحيحة. ده فكر الله من جهتك، ده للرب. لو أنت مريض النهاردة، الرب بيقول لك أنا مش عايزك مريض، أنا عايزك ناجح، تنجح في شغلك، في حياتك، في بيتك، في خدمتك، وعايزك صحيح. صحيح يعني قوي، يعني هيلسي، يعني عندك صحة، يعني قادر تقوم بدورك في الحياة، قادر تخدم، قادر تخدم بيتك، قادر تخدم ولادك، قادر تخدم في كنيستك، قادر تروح تزور ناس عشان تكرز لهم بالإنجيل. أروم أن تكون ناجحا وصحيحا، ومش بس كده، كما أن نفسك صحيحة. يعني الرب عايزنا أصحاء في النفس وأصحاء كمان في الجسد. لما نقرأ الأناجيل كده نشوف إزاي إن إرادة الرب شفاء للجميع. ما يعني الشفاء مش للناس للإليت، الناس المميزة، أو لناس اللي هم القديسين مثلا، أو الناس اللي مش بيغلطوا، أو الناس الخدام، أو الناس اللي قدرت تخلص تقرأ الكتاب المقدس 20 مرة، أو اللي حافظين آيات. لا، إرادة الله هي الشفاء للجميع. وفي قصة رائعة جدا جدا في سفر الخروج، قصة خروج شعب الله من أرض مصر، ودي بتتكلم عن خروجنا من تحت سلطان إبليس، خلاص المؤمنين. بتقول إيه القصة دي، أو الآية اللي عايز أقولها في سفر المزامير إصحاح 105، آية رائعة جدا جدا. أنا مش بطلع الآيات عشان نستفيد بالوقت بعد كده في الصلاة. الآية دي بتقول إيه؟ لما شعب الله خرج من أرض مصر كان إيه حالهم؟ بيقول الكتاب لم يكن في وسطهم عاسر، أخرجهم بذهب وفضة ولم يكن في وسطهم عاسر. يعني إيه لم يكن في وسطهم عاسر؟ يعني حوالي 3 مليون شخص خرجوا من أرض مصر ومشوا في البرية، واتشق البحر الأحمر وعبروا فيه ودخلوا أرض سيناء. فشعب الله كم واحد شوف منه؟ 3 مليون. الجميع لم يكن في وسطهم عاسر، لم يكن في وسطهم عاسر. وسفر أشعياء فيه وعد حلو قوي، بيقول كده: لا يقول الساكن فيها إني مرضت. أحبائي، قصد الرب الشفاء للجميع. لما تشوف الأناجيل تشوف إزاي المرأة نزفت الدم، وده بيتكلم عن الشخص النجس. لما جه للرب ولمست خد بثوب الرب، شفيت. الرب ما راحش قال لها انت نجسه، ما ينفعش اشفيكي. الابرص اللي كان بيعتبر شخص نجس في الوقت ده، لما جه للرب يسوع عشان اجل الشفاء، الرب شفاه. قائد المئة اللي هو ما كانش مؤمن اصلا وما كانش من شعب الله، ولما الرب كان عايز يروح له البيت قال له ما تديش يا بيتي، ده انا رجل خاطئ. هو قال انا خاطئ. الرب شفى ابنه، او العبد بتاع قائد المئة. فاحبائي، الشفاء للجميع. توقع الشفاء، توقع انك تاخد الشفاء. اوعى تصدق ابليس اللي بيقول لك انك ما تستحقش الشفاء، اوعى تصدق ابليس اللي بيقول لك ان الرب مش عايز يشفيك، واوعى تصدق ابليس اللي بيقول لك ان الرب ما يقدرش يشفيك. لا، الرب يشفي. اسمه يهوى رافا. يهوى رافا يعني الرب الذي يشفي. انا هو الرب شفيك، ده اسمه، شخصه، قدرته. وتشوف ازاي ان الرب يسوع كان يشفي من كل مرض ومن كل ضعف، مفيش استثناء. كورونا، الرب يشفي من كورونا. تليف في الرئه، الرب يشفي من تليف في الرئه. فشل في الكلى، الرب يشفي من فشل الكلى. في مشاكل في القلب ولخبطه في ضربات القلب، الرب يشفي من اللخبطه في ضربات القلب. مفيش مرض لا يستطيع الرب ان يشفيه. الحاجه الهامه جدا بقى ان ثمن الشفاء ثمنه اتدفع في الصليب. انا مش مطلوب مني ان انا ادفع ثمن في الشفاء، ان الشفاء تم في الخلاص، في الفداء. كلمة خلاص وكلمة شفاء اللي بنقراها كتير في الكتاب المقدس هي نفس الكلمة في اليوناني، اسمها سوزو على ما أعتقد. هي نفس الكلمة، الشفاء
والخلاص. الوحي كان بيستخدم نفس الكلمة، يعني مثلا في إنجيل مرقس إصحاح 6 آية 56 يقول كده عن الرب: وطلبوا إليه أن يلمسوا ولو هد بثوبه. يقول الكتاب إيه؟ وكل من لمسه شفي. كلمة شفي هنا دي هي نفسها الكلمة خلاص، هي نفس الكلمة اللي استخدمها بعد كده بولس الرسول لما قال كده: القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. يعني اللي عايز أقوله إن زي مشيئة الرب إن كل الناس تخلص، مشيئة الرب كمان كل الناس تشفى. تقول لي طيب ما بنصال في ناس مش بتشفى، أقول لك هو كل الناس بتخلص، دي مشيئة الرب، بس عشان الناس تتمتع بالخلاص لازم تيجي للرب بإيمان، لازم تؤمن بالعمل الرب يسوع على الصليب، لازم تتوب تترك الخطيئة وتمشي ورا الرب فتتمتع بالخلاص. كمان عشان أشفى محتاج إن أنا أتبع قوانين الروح، الإيمان، الصلاة، هنتكلم عنها إزاي أتمتع بالشفاء. بس اللي عايز أقول لك إن يسوع في الصليب حمل أمراضك، إن يسوع في الصليب شفاك، إن يسوع عمل أمرين هامين جدا في الصليب. أول حاجة إن حمل خطايانا. أقرأ لك الآية في سفر أشعياء 53، كلنا حافظين الآية دي بس هقراها لك. بيقول كده: لكن أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها. أحزاننا، وكلمة أحزاننا متى في إنجيل متى إصحاح 8 آية 15 ترجمها بالأصل بالمعنى العبري للكلمة إن أحزاننا يعني أمراضنا، لكن أمراضنا حملها، أوجاعنا تحملها. الرب يسوع في الصليب حمل أمراضي وأوجاع. ليه؟ لأن أكمل الآية ويقول كده كمان: وهو مجروح لأجل معصينا، مسحوق لأجل سلامنا، تأديب سلامنا عليه. حاجتين في الصليب. الحاجة الأولى إن الرب فداني، الرب حمل خطاياي، البار من أجل الأسمة، أسلم من أجل خطايانا، الذي أحبني وأسلم نفسه من أجل. يسوع في الصليب خد العقاب مكاني، يسوع في الصليب دفع ثمن خطاياي الماضي والحاضر والمستقبل، يسوع في الصليب حمل في جسده أسامي، إن يسوع في الصليب حمل اللعنة مكاني. ده الفداء، ده كلنا لما بنؤمن بالرب يسوع نتمتع بغفران الخطية، ده كلنا متفقين عليه. الآية بتقول كده إن يسوع حمل مجروح من أجل معاصينا ومسحوق من أجل أثامنا. بس الآية دي كمان بتقول لي حاجة تانية، إن يسوع مش بس حمل خطاياي، لا ده كمان يسوع حمل أمراضي، يعني خد المرض بتاعي في جسده، يسوع حمله، دفع الثمن علشان أتمتع أنا بالشفاء، دفع الثمن علشان أنا أكون صحيح. مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا، أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها. شوف بقى متى لما كان كلنا عارفين الآيات الرائعة دي في متى 8، متى صح 8 آية 15، لما الرب شاف حماة سمعان يقول كده: ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين، فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم. حط، أنا بحط نفسي من جميع، حط اسمي في جميع، وجميع المرضى شفاهم باسم الرب يسوع، وجميع المرضى يشفيهم الرب النهاردة باسم الرب يسوع، وجميع المرضى مهما كان مرضك. نؤمن كده أن الليلة دي ليلة فيها شفاء إلهي، نختبر الآية دي: وجميع المرضى شفاهم، وجميع المرضى شفاهم، لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي. إيه بقى؟ هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. أحبائي، يسوع أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. لو تقرأ رسالة بطرس الثانية إصحاح 2 آية 24، الآية العظيمة جدا جدا بتتكلم عن الرب يسوع إزاي هو نفسه حمل خطايانا في جسده على الخشبة. ده الفداء، ده الفداء من الخطية. ده شوف الاثنين ماشيين مع بعض، يسوع حمل
خطاياي في جسده على الخشبه على الصليب لكي اموت على الخطيه واعيش للبر، بايه كمان؟ الذي بجلدته شفيتم. ده الطوب بيسميها دبل فولد، الخلاص، الحاجتين اللي ماشيين مع بعض دايما في الكتاب المقدس. الرب يسوع يروح يجي له حد الشخص المفلوج يقول له مغفور لك خطاياك، وبعد كده يقول له قم احمي سريرك وامشي. طب ايه السر؟ السر ان احبائي المرض لقى الحق ان يدخل حياه الانسان نتيجه الخطيه. الرب يسوع في الصليب لغى هذا الحق، ازال الخطيه، محى الصك الذي علي. ايه النتيجه؟ ان المرض فقد هذا الحق انه يأذيني، فقد هذا الحق ان هو يتسلط على جسدي ويأثر على جسدي باسم الرب يسوع. قول كده ان المرض ملوش حق علي، حتى لو تعبان قوي دلوقتي، حتى لو عندك صداع، لو انت سخن، لو انت في العناية مركزة، قول كده المرض ملوش حق على جسدي. يا مرض انت مالكش حق على جسدي. ليه؟ كلمه زي ما تكون بتكلم شخص كده. ليه؟ لان يسوع حمل امراضي في الصليب، لان بجلدة الرب قد شفيت. وخلي بالك الآية دي بتقول لي ان الشفاء ده مش لسه هيحصل. نعم، الشفائي مش لسه هيحصل، شفائك تم 2000 سنة في الصليب. انت قد شفيت، انت في الصليب بقيت شخص كده المرض مش حق عليك وشفيت. زي بالظبط يكون شخص ابوه حطله في حسابه في البنك مليار دولار، فانت عندك الشفاء في حسابك السماوي. محتاج انك تروح وتاخد من هذا الحساب. زي بالظبط الشخص اللي ابوه ساب له ميراث مليار دولار، ده محتاج ان هو يروح البنك وياخد من الفلوس اللي في البنك. انت كمان الرب يسوع في الصليب حمل كل امراضك، بايه؟ المرض ملوش حق عليك. انا دوري ان انا اجيب ايمان واخد من هذا الشفاء الالهي باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. فالشفاء حدث، تم، مش لسه هيتم. الامريكان يقولوا كده done, it is done deal، يعني خلاص ده حاجة تمت. It is already done، الشفاء done، الرب يسوع قال قد اكمل. احنا مش بنصلي علشان الرب لسه يشفيني، لا، ده الرب شفاني. انا بصلي علشان استقبل الرب عمله من اجلي على الصليب. انا مش بروح البنك علشان لسه اخد اشتغل واحط فلوس في البنك، لا، رايح في البنك عشان اخد من الرصيد اللي ابويا حطه لي في البنك. انت شفيت، قول كده انا شفيت، قول الايه، تنبأ بالايه على حياتك، بجلدة الرب قد شفيت، قولها بصوت عالي، ولو مش قادر قولها بجلدة الرب قد شفيت، هو حمل امراضي واخذ اسقامي. قولها مره كمان، الذي بجلدته قد شفيت. انا شفيت، فعل ماضي، ان يسوع حمل امراضي واوجاعي باسم الرب يسوع. المرض ملوش حق على حياتي باسم الرب يسوع. فالحقيقه الثانيه ان الشفاء مش حدث هيحصل في المستقبل، لا، ده الشفاء تم في الصليب، قد اكمل، قد اكمل. المرض ملوش الحق على جسدي، شفائي تم في الصليب. واخر حقيقه كده عايز اقولها، ان في ناس بتفكر ان الشفاء ده الالهي او معجزات الشفاء دي حدث يخص ايام اعمال الرسل وايام الرب يسوع، ودلوقتي مفيش الكلام ده هو. لان بيقول اصحاب الراي ده، يقول لك اما زمان ما كانش في طب فالرب كان بيشفي، لكن دلوقتي في طب فالرب يشفي ليه؟ بس انا عايز اقول لك على حاجه، هو قد ايه امراض ملهاش شفاء في الطب، وقد ايه امراض الادويه اللي بتاخدها ليها مضره اكتر من المرض نفسه. نحن لازلنا نحتاج الشفاء، والرب لا يتغير، هو امس واليوم والى الابد. والرب اسمه يهوى رافا، وكان من 100 مليون سنة كان اسمه يهوى رافا،
والنهارده هو يهوى رافا، وبعد مليار سنه هو يهوى رافا، هو هو امس واليوم الى الابد. هو الطبيب الشافي اللي عايز يشفيك، اللي عايز يقيمك من على السرير بتاعك عشان تجري وتركض من جديد باسم الرب يسوع. فالشفاء مش حدث في الماضي، هو حدث في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. وايه الدليل؟ اقرا لك ايه كده من رساله يعقوب اصحاح 5 ايه 13. يعقوب ده كتب رساله للكنيسه للمؤمنين، بيقول لهم كده: على احد بينكم مشقات؟ مشقات هنا اللي هي اضطهادات، لو انتم مضطهدين في اضطهاد جاي عليكم فليصلي، امسرور احد فليعتل، في بقى مريض بينكم، امريض احد بينكم، اي مريض يعني ايه امريض احد بينكم؟ الدعوه عامه للجميع، زي ما كنت بقول لك دي مش دعوه ليك للناس المميزين، لا ده دعوه عامه، امريض احد بينكم يعمل ايه؟ يدعو شيوخ الكنيسه فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، ويحصل ايه؟ وصلاه الايمان تشفي المريض. دي ده هنا الايه دي حاسمه ليه؟ انه بتقول ان ده الوضع الطبيعي جوه الكنيسه، ده الوضع الطبيعي للمؤمنين، ان في واحد مريض في الكنيسه، طب يعمل ايه؟ يستسلم للمرض، يقول المرض ده من ربنا انا هستحمله عشان يغير شخصيتي ويحسن فيا، يقول المرض دوت اصل انا عملت حاجه غلط في الرب بيعاقبني من المرض فانا هسكت. لا، امريض احد بينكم بلا استثناء يعمل حاجه واحده، يجيب شيوخ الكنيسه، وشيوخ الكنيسه يعملوا ايه؟ يصلوا له، الكنيسه تصلي من اجل الشخص المريض، وصلاه الايمان تشفي المريض بلا استثناء. احبائي، ده المستوى اللي الرب عايز ينقلنا بيه في هذه الايام، ان يبقى فيه سلطان للكنيسة على المرض، يبقى في سلطان للكنيسة لما تلتف حوالين شخص مريض، زي بولس كده لما ألقي خارج المدينة شبه ميت والتف حوالين المؤمنين، كتاب يقول قام بولس ودخل المدينة، ان في سلطان، بس السلطان ده يجي من إيماننا، صلاة الإيمان، الصلاة اللي وراها إيمان، إيمان بإيه؟ إيمان ان مشيئة الرب هي الشفاء الإلهي، إيمان أن الرب يريد أن يشفيني، إيمان أن الرب يقدر يشفيني، إيمان أن الرب فداني من المرض وأن المرض ليس له سلطان ولا حق على حياتي. صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. مش بس كده، ده في بونس كمان: وإن كان فعل خطية تغفر له. يعني شوف هنا، يعني ممكن يبقى فيه خطية لكن الرب شفاه. ليه؟ لأن الشفاء بيعبر عن محبة الرب. الشفاء مش باخده نتيجة بر أنا عملته، الرب بيشفيني لأنه بيحبني، الرب بيشفيني لأنه عايز يكمل أيامي على الأرض، الرب عايزني أكمل أيامي، الرب عايزني أكمل الخطة اللي ليا على الأرض. بولس كان بيقول كده أنه لي اشتهاء وأنا مش خايف من الموت، لا الحياة المسيح وليه اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، هذا أفضل جدا، لكن أنا مش هنتقل دلوقتي. ليه؟ لأن في دور عايز أكمله، وأنت ليك دور ناحية ولادك الرب عايزك تكمله، ليك دور في الخدمة الرب لسه عايزك تكمله، في دور ليك من أجل امتداد ملكوت الرب الرب عايزك تكمله باسم الرب يسوع. يبقى جوانا هذا الإيمان إن إحنا لن نغادر الأرض غير لما نكمل الدور بتاعنا في الأرض، لن نغادر الأرض غير لما نتمم مقاصد الرب في حياتنا باسم الرب يسوع. والآية كده نؤمن بيها إن الرب يكمل عدد أيامنا، البركة العظيمة اللي لينا في المسيح يسوع، وكمل عدد أيامه باسم الرب يسوع. فهنا الشفاء مرتبط إن الكنيسة صلت بإيمان، في الإيمان، الإيمان هام جدا، بدون إيمان مفيش شفاء. إيمان بإيه؟ إيمان إن الرب يشفي، إيمان إن الرب فداني من المرض، إيمان إن الرب عايز يشفيني، إرادة الرب ليها الشفاء.
في خطوره. ايه الخطوره؟ سفر يعقوب كمان بيقول كده، يعقوب واحد لما كان بيتكلم عن الانسان المحتاج حكمه قال كده انه المحتاج حكمه يعمل ايه؟ يطلب من الله، ولو انت محتاج شفاء كمان اطلب من الله، اساله تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، اسال قول يا رب اشفيني. الصلاه طلبت البار في الايه اللي قريناها من شويه تقتدر كثيرا في فعلها، طلبتنا صلواتنا تنقل الجبال، صلواتنا الصلاه اللي فيها ايمان، الصلاه اللي فيها ايمان بعمل الرب على الصليب، الصلاه اللي فيها اصرار ان مشيئه الرب تتحقق في حياتي، الصلاه اللي ما بتهتزش نتيجه العيان لكن افضل ماسك في الرب، ويا رب انت قلت في كلمتك انك تزيل كل مرض، انت قلت ان طلبه البار تقدر كثيرا في فعلها. الصلاه دي تاتي بالشفاء. بس في خطوره بقى كلنا بنقع فيها بلا استثناء. ايه الخطوره دي؟ ان احنا لما نيجي نصلي من اجل الشفاء، هنا يعقوب حذر من حاجه، يقول كده فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء. يعني لما نصلي من اجل الشفاء الرب هيعطينا بسخاء ولا يعير، فسيعطي له. ولكن ايه بقى؟ حط شرطين هنا، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب. البتة ليطلب بإيمان، الإيمان وعدم الارتياب. في الإيمان في قوتين هنا، في قوة اسمها الإيمان، إيماني بمحبة الرب، إيماني بقوة الرب، إيماني باللي عمله الرب يسوع على الصليب، ده الإيمان إن الرب يشفيني أنا متأكد. زي المرأة فاكرين نزفة الدم كده، لما الكتاب بيقول قالت في نفسها لو مسست خد ثوبه شفيت، أنا متأكد الرب هيشفيني، الرب أمين، الرب صادق. وفي قوة تانية مضادة للإيمان اسمها الارتياب أو الشك أو ان انا ابقى متقلقل. بس زي ناس تصلي كده يا رب لو دي مشيئتك اني اشفى اشفيني ازاي؟ طب ما الكتاب بيقول ان دي مشيئه الرب هي الشفاء، انت ازاي تصلي زي صلاه زي كده؟ رجل مرتاب، الكتاب بيقول كده رجل ذو رايين هو متقلقل، واللي بيصلي بارتياب لن ينال شيئا من عند الرب. يعني تخلص من هذه الفكره ان الرب يمكن يشفيك ويمكن لا، تخلص من هذه الفكرة ان الرب مش عايز يشفيك، او ان الرب ارسل هذا المرض ليك لفايدتك. تمسك بهذه سفر اشعياء بيقول كذا الرأي الممكن. يعني ايه الرأي الممكن؟ الرأي المعتمد على كلمة الرب. كلمة الرب بتقول ايه؟ ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما. وهنا يطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب لن ينال شيء، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. يبقى خلي بالك في قوتين، الإيمان وقوة تانية الارتياب. طب إزاي أكبر الإيمان وقال الارتياب؟ ببساطة الإيمان يقوى بإني أقرأ الآيات إن قالت في كلمة الرب. لو أنت مريض في هذه الأيام اقرأ كتير أوي قصص الشفاء اللي في الكتاب المقدس، وأشكر الرب إن القصص دي ليك، إن الرب هو أمس واليوم إلى الأبد. لو أنت مريض في الأيام دي اعلن الآيات، قول الآية دي مية، بارك يا نفس الرب الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك، الرب هيشفي أمراضك. لو انت مريض بطل تسمع الاخبار السلبيه اللي حواليك واسمع الكلمات اللي بتبني ايمانك. لو انت في خطر طلع الايات اللي بتتكلم عن حالتك وابتدي رددها والهك فيها، زي ما المزمور واحد بيقول كده يلهك في كلامه نهارا وليلا فيكون كشجره مغروسه عند مجاري المياه. باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع كل اكاذيب حطها ابليس في اذهاننا نرفضها، كل عمل شيطاني على أذهاننا نلغيه النهاردة باسم الرب يسوع، ونعلن حاجة واحدة بس، إيماننا في كلمة الرب، إيماننا في كلمة الرب. تقول لي طيب ما في ناس حلوين قوي ورائعين بس اتأذوا وانتقلوا نتيجة كورونا فيروس، هقول لك حقيقي بس إحنا لناش دعوة، إحنا الكتاب يعلمني إنه غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى التي لا ترى.
اللي انت شايفه العيان ده بيقول عكس بيقول كلمة الرب، لا انا هركز على كلمة الرب. طب وليه؟ مش هتساءل، انا مش دوري اجاوب على الاسئلة، او مش دوري ان انا اسأل الرب ليه الشخص ده حصل معاه كده او ما حصلش معاه كده. انا دوري ان اتمسك بكلمة الرب، ان اتمسك بالوعود للنهاية، اني اثبت عيني على الكلمة. غير ناظرين، احفظ الآية دي، غير ناظرين الى الامور التي ترى بل الى التي لا ترى. ليه؟ لان الذي الامور التي ترى دي وقتية، اما التي لا ترى فابدية باسم الرب يسوع. نعم، ده وقت احنا ككنيسة كمؤمنين ان احنا نثبت عينينا على كلمة الرب، نثبت عينينا على الوعود. وعايز اختم معاك بآية بالمعنى ده، هو في اشعياء 42 عشان نصلي، تتكلم واحنا محتاجينها اعتقد الايام دي. بص الرب بيقول ايه عن عبده هنا، خلي بالك ايات مهمه جدا. ايه 19، من هو اعمى الا عبدي واصم كرسولي الذي ارسله؟ من هو اعمى كالكامل واعمى كعبد الرب؟ هنا الايه دي بتقول ان في اوقات ان انا محتاج ابقى اعمى عن امور بتحصل حواليا، كان في احداث حواليا وانا بغمض عيني عنها. يقول لك كده ناظرا في كثيرا، يعني امور كثيره بتحصل حواليه ولا تلاحظ، مفتوح الاذنين ولا يسمع. يعني ايه؟ يعني كل اخبار مزعجه، بشجعك النهارده لو انت مريض، رجاء 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 بطل تخش على الفيسبوك، بطل تقرا اخبار الناس اللي بتنتقد او الاخبار الناس اللي بتتعب اكتر واكتر. انفصل، اعزل نفسك، زي ما احنا في سوشيال ديستانسينج بنعزل نفسنا عن الناس التانية عشان ما يتنقلش المرض، اعزل نفسك كمان فكرك وذهنك وتركيزك عن اي كلمات سلبية حواليك، عن اي اخبار سلبية حواليك، وركز على كلمة الرب جدا جدا. مكتوب ارسل كلمته فشفاهم، وصلي بكلمة الرب، طلع الآية وصلي بيها وقول يا رب انت قلت تمم وعدك، انا واثق فيك، انت مش انسان فتكذب، يبقى كل انسان كاذب وانت صادق، تمم وعودك في حياتي. وبكل تأكيد هتختبر الشفاء الإلهي، وبكل تأكيد معجزة هتحصل في حياتك، وبكل تأكيد الروح القدس هيقيمك وهيحييك باسم الرب يسوع. مش هطول تاني، بس عايزين نصلي تلت ساعة اللي جاية دي مع أشرف، وإحنا بنرنم وهنرنم ترنيمة قصيرة ترنيمة قصيرة ونصلي، ويعماد ولو نفين جت وقت كده نصلي باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع نشكرك، نشكرك يا رب. نفسي في البداية أشكر الرب كده، أقول له أشكرك إن مشيئتك ليا هي الشفاء يا رب. قولها حتى لو مش حاسس أو مستثقل، قولها، قول كده يا رب بشكرك إن مشيئتك ليا الشفاء، أشكرك إن مشيئتك ليا إني أكون صحيح، أروم أن تكون ناجحا وصحيحا. كلمتك بتقول إن أنت عايزني قوي، عايزني مشفي، عايز تكمل عدد أيام من طول الأيام أشبعه وأقوليه خلاص. يا رب أشكرك أنك تقدر تشفيني، أشكرك يا رب لأنك أنت يا رب قلت كده أن صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان فعل خطيئة تغفر له. صلوا بعضكم من أجل بعض لكي تشفى. يا رب وإحنا جايين النهاردة بنصلي البعض، بنصلي من أجل أحبائنا، نصلي يا رب من أجل أصدقائنا، من أجل أسرنا، من أجل أي حد في عائلتنا مريض، من أجل الشفاء. ونؤمن يا رب أنه طلبت البار وإحنا أبرار في المسيح تقتدر كثيرا في فعلها باسم الرب يسوع. هللويا يا رب، هللويا. شكرك يا رب. يا سوع هو أنت.
صلي يا رب ان كل يا رب كل ضعف يا رب يتحول الى قوه يا رب. اثق واؤمن يا رب لاجل جمرات نازله من عندك يا رب شفاء واطلاق يا رب كل ضعف في الجسد يا رب، كل ضعف، كل مريض يا رب. اشكرك لاجل الكلمه يا رب الممسوحه بمسحه الروح القدس، الكلمه المعلنه يا رب لينا النهارده انك انت مش اله المرض، انت اله الشفاء، لأن كل الذين لمسوك نالوا الشفاء. يا رب أنا جاي أقف يا رب النهاردة وارفع إيماني وإيمان إخواتي لكل حد يا رب لسنين طويلة يا رب مصدق أنه الأمراض من عندك. وأنا بشكر يا رب، أشكرك النهاردة لأجل كل إعلان إلهي اتفجر في وسطينا أنك أنت الإله اللي بتشفي. أنت كنت تقول تصنع وما زلت تقول تصنع وستظل تقول تصنع يا رب الشفاء والخير والإطلاق والبركة، لأن كل الذين لمسوك وكل المحتاجين إلى شفاهم أنت شفتهم. أشكرك لك تجري أمور جديدة يا رب في هذه الأيام، تغير مفاهيم يا رب مغلوط عن شخصك، أنت غير مجرب بالشرور ولا تجرب أحد يا رب. إحنا رافعين إيدينا النهاردة لأجل كل أخ وأخت يا رب لينا يا رب، نتمسك بالوعود يا رب. أحزاننا نحملها، أوجاعنا نتحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومسلولا وهو مجروح معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب كلامنا عليه وبحبره فينا يا رب. احنا نتمسك بالمكتوب، نتمسك يا رب بالكلمة الحية وفعالة لتخترق يا رب النهاردة أحشائنا وتخترق أفكارنا وتخترق يا رب أذهاننا، وتلمس يا رب كلمة الحياة، كلمة الحياة، كلمة الحق اللي تيجي المطرقة تحطم يا رب صخر الضلال، كلمتك الحية تيجي المطرقة تحطم كل اتهام يا رب موجه ليك. واحنا حاسين يا رب مشاعر المرضى العمليين والمرضى النهارده رافعين ايدينا لاجل كل حد يا رب النهارده سمع الرساله باسم المسيح. كلمتك يا رب، كلمتك تغير الاذهان، كلمتك يا رب تغير تربيه حاضرها ورجال حتى لاجل كل المرضى اللي مش قادرين حتى يا رب يروحوا المستشفيات يا رب، امراض الكلى وامراض غسيل الكلى، الامراض يا رب العظم في المفاصل فقرات باسم المسيح. لا يعوزنا من خيرك ولا من مشكلتك ولا من احسناتك، لان يا رب انت ده وعدك ودي كلمتك. كل الذين درسوك قالوا الشفاء يا رب، مكتوب كده ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه باسم المسيح. رب صنعت انت صرحت قول اكمل شفاعك يا اختي، شفاعك يا ابويا، شفاعك اكمل في الصليب. نشكرك يا زين بارك اسمك.
رب نعلن النهارده ان المرض ملوش سلطان علينا باسم الرب يسوع يا رب، ونقاوم المرض بكلمتك بسيف الروح باسم الرب يسوع. يعني شفاء يسوع، يعني يا رب حضورك في كل بيت في كل غرفة يا رب بيصلها البث ده الآن باسم الرب يسوع. نعم يا رب باسم يسوع أؤمن بقوة تخرج الآن منك شفاء كل مريض، شفاء كل ضعف باسم الرب يسوع. نؤمن يا رب، نعم مش هنؤمن انك بتشفي 50% من الناس ولا 70%، نؤمن يا رب انك تشفي 100% الآن باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. شجع كل واحد ان يعني ايمانه كده انه بيقبل كده شفاء الرب ليه، ان يؤمن ان الرب يسوع يستطيع ان يشفيه من كل ضعف من كل مرض مهما كان الحاله. يا رب نؤمن الان انك تخلق خلايا جديده، تخلق اعضاء جديده، تخلق يا رب لو حد الرئه بتاعته ليفت تماما بنؤمن انك تخلق رئه جديده النهارده باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. نعلن ان الذي فينا في وسطينا انت اعظم من الذي يا رب في العالم باسم الرب يسوع. نشكرك يا رب باسم الرب يسوع، قاوموا ابليس ويهرب منكم. احبائي تقدر تقاوم العدو الان، ارفع ايديك كده واعلن ايمانك في العمل الرب يسوع على الصليب. قول كده ان بجلدك الرب قد شفيت، ليس لك حق على حياتي يا مرض باسم يسوع، ليس لك حق على حياتي يا كورونا، ليس لك حق على حياتي يا ضعف باسم الرب يسوع. اعلن شفاء يسوع على جسدي، اعلن شفاء يسوع على اولادي، اعلن شفاء يسوع على زوجتي على زوجي باسم الرب يسوع. لا للمرض، امراضنا حملها باسم الرب يسوع، اوجاعنا تحملها باسم الرب يسوع، اسم الرب يسوع. وصلي من اجل يا رب اي حد في العنايه مركزه الان، حياه روح الحياه يا رب، روح الله هب على يا رب اي حد على ابواب الموت يا رب، هب على اي شخص في حاله خطيره الان باسم الرب يسوع. تحيا، نقول لك نعم تحيا هذه العظام، تحيا يا رب نعم باسم الرب يسوع. نعم يخرج باسم الرب يسوع من المستشفى ويكون صحيح باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. اي حد عنده ضيق تنفس يا رب باسم الرب يسوع شفاء من ضيق التنفس باسم الرب يسوع. نعم يشفيك يسوع المسيح، يشفيك يسوع المسيح. هب يا روح الله الان، روبا مباشر بارك. هللويا باركك يا رب، هللويا هللويا. وبشجع اي حد قبل ما نكمل صلاه وتسبيح عشان ممكن البث يتقطع على الكرمه، لو انت امنت وصليت معانا من اجل الشفاء النهارده اشجعك كده ادهن، خلي حد من اسرتك كده يدهن راسك بالزيت ده. ده الزيت مش هو اللي فيه القوه، القوه في الروح القدس، بس ده اعلان ايمان ان الروح القدس بيلبس جسدك باسم الرب يسوع. ونؤمن كده انه مكتوب يدهنون بالزيت وصلاه الايمان تشفي المريض والرب يقيمه. شجع ان كل بيت النهارده في اجتماع صلاه، في اعلان ايمان، في الاسره واقفه كده بدل ما كانت واقفه بتشتكي ومتذمره وخايفه ومرعوبه، واقفه بتعلن ايمانها ان بالشفاء الالهي، بتعلن ايمانها ان كل اله صورت ضدها لا تنجح، بتعلن ايمانها ان الرب يحول اللعنه الى بركه باسم الرب يسوع، وهذا المرض لا يكون ولا يقوم باسم الرب يسوع. Oh, yeah, look out.
الشمال. نعم بنعلن قوة ملكوت الرب هنا الآن، قوة للشفاء، قوة للحرية، حرية للأجساد من أي مرض باسم الرب يسوع، شفاء للرئة من أي تليف باسم الرب يسوع. نعلن شفاء يسوع المسيح، نعلن قوة حضور الرب هنا، نعلن أن ملكوت الرب هنا. فتعالوا نعلن إيماننا وإنت بتستمع كده، استقبل من الرب لأن قوة الرب للشفاء موجودة في وسطنا الآن. نعم اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط. نعم مجتمعين وبنسأل أن ملكوت الرب يأتي في وسطنا بقوة، ويستعلن الرب في وسطنا وتستعلن ملكوت الرب بقوة، قوة للشفاء، قوة للحرية باسم الرب يسوع. أي حد على بنتليتور، أي حد على أجهزة للتنفس، أؤمن. تعالوا نتحد معا بإيمان واحد أمام الرب من أجل شفاء للأجساد باسم الرب يسوع، بصورة خاصة للي عندهم كورونا. قد تكون أنت أو قد يكون حد من أهلك، اعلن معايا واعلني معايا باسم الرب يسوع متحدين معا، نعلن قوة ملكوت الرب للشفاء. نعلن مجدك، شفاء سريع، شفاء كامل. الرب يغمر أراضينا، يملأ حياتنا بالشفاء وبالحياة وبالقيامة، ويلمس الأجساد باسم يسوع. فنرى يدك تلمس وتطلق للشفاء، نعلن مجدك تسكب بغمر روحك. فنرى يدك تلمس وتطلق للشفاء، اهتزت الأرض، انفتح القبر، حبه الشديد لا ينهدي. أين شوكتك يا قوة الموت؟ قد غلب الحمار، اهتزت الأرض، انفتح القبر، حبه الشديد لا ينهدي. أين شوكتك يا قوة الموت؟ قد غلب الحمار، للأبد ممجد، للأبد مرتفع، للأبد قد قام من الأموات، بنشكرك لأنك تقيمنا، تقيم كل جسد مريض، تنقلنا من ملكوت الظلمة إلى ملكوت النور. نعم باسم الرب يسوع نعلن شفاء الآن، نعلن قوة ملكوت الرب للشفاء، للشفاء وللحرية. كل بيوت مليانة حزن بسبب مرضى ليهم، اعلن إيمانك معايا، اعلن إيمانك في شخص الرب يسوع يملأ بيوتنا شفاء وحرية وفرح. هللويا هللويا، يحول النوح إلى فرح وإلى رقص وإلى طرب لأنه صانع العجائب. مجدان لك يسوع، مجدان هاليلويا غلب الحمام، مجدا هاليلويا قد غلب الحمال، نعلن مجدا للحمال.
غلبت الموت بالقيامة، تركت القبر فارغا، غلبت الموت بالقيامة، تركت القبر فارغا، غلبت الموت بالقيامة، تركت القبر فارغا. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ قد غلب، قد غلب مالكي. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ قد غلب، قد غلب مالكي. غلبت الموت بالقيامة، تركت القبر فارغا، غلبت الموت بالقيامة، تركت القبر فارغا، غلبت الموت بالقيامة، تركت القبر فارغا. أي حد مريض وبيستمع إلى هذا الاجتماع اعلن كده معايا، لن أموت بل أحيا وأحدث بكم صنع الرب معي. كل روح موت يهرب إلى الخارج، كل مخاوف من المرض شفاء باسم الرب يسوع. نعم كل روح مرض بننتهلك باسم الرب يسوع وبنعلن شفاء. لن أموت بل أحيا وأحدث بكم صنع الرب معي. الرب يصنع آيات وعجائب. هللويا، افرح وافرحي بالرب واعلن غلب الموت بالقيامة. نعم أزمنة للقيامة واستعلان قيامة يسوع المسيح في وسطنا، أزمنة لنعلن فيها يسوع المقام. هللويا 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 هللويا. أزمة الذي كنا ممسكين فيه وقام يسوع من الأموات، لنا حرية، لنا حياة، لنا حياة. أزمة الذي كنا ممسكين فيه وقام يسوع من الأموات، لنا حرية، لنا حياة. غلبت الموت بالقيامة، تركت القبر فارغا، غلبت الموت بالقيامة، تركت القبر فارغا، غلبت الموت بالقيامة، تركت القبر فارغا. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ قد غلب، قد غلب مالكي. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ قد غلب، غلب مالكي. يسوع غالب، قد غلب، قد غلب مالكي. نعلم ملك وسيادته، قد غلب، قد غلب مالكي. كده الناس عندهم أمراض في العضلات وأمراض في الأعصاب باسم الرب يسوع. يا رب بنصلي من أجل أي حد الآن يا رب عنده أمراض في العضلات، أمراض في الأعصاب باسم يسوع، أمراض مناعة باسم الرب يسوع، أوتوميون ديزيز وماتوت رايتس، ام اس سيستميك لوباس باسم الرب يسوع. رب نصلي من أجل يا رب شفاءات الآن. نؤمن أنك أنت هو أمس واليوم والأبد يا رب، زي ما
يا رب أصدقاء المفلوج، يا بولك المفلوج، إحنا الآن بنجتمع يا رب نأتي أمامك بكل مريض في وسطينا باسم الرب يسوع، ونؤمن يا رب إنك الآن يا رب تقول له كده: قم احمل سريرك وامشي باسم الرب يسوع، قم احمل سريرك وامشي يا رب باسم يسوع. بصلي من أجل ناس يا رب كانت غير قادرة على الحركة، مش قادرة تقوم السرير، باسم الرب يسوع قوة القيامة، قوة روح الله، روح الله يلبسها الآن لأجل يا رب قيامة. نعم، قوم احمل سريرك وامشي، قوم احمل سريرك وامشي باسم الرب يسوع. شفاء يا رب من كل التهابات في المفاصل، شفاء من كل يا رب يا رب أمراض يا رب في الأعصاب، أتاكسيا يا رب باسم الرب يسوع. كل أطفال يا رب عندهم يا رب أوتيزم باسم يسوع، شفاء 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 باسم الرب يسوع، وجميع المحتاجون لشفاء شفاهم يسوع. رب احنا بنعلن شفاءك، بنعلن النهاردة أنك يهوى رافا، أنك أنت هو أمس واليوم إلى الأبد. نعم يا رب أنك كما كنت بتجول في الجليل بتشفي جميع المرضى، أنت بتجول في وسطينا النهاردة، بتجول يا رب، نعم بتلمس كل ضعف، بتلمس كل مرض، بتلمس كل إعياء. قل يا رب باسم يسوع، هاللو يا رب، ناس عندهم فايبوميالجيا باسم الرب يسوع، تهر هذا المرض باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، هاللو. مد إيدك بالشفاء الآن باسم يسوع، بمد إيدك بالشفاء، حط إيديك الآن يا رب على كل شخص يحتاج إلى الشفاء باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. نعم يشفيك يسوع المسيح، يشفيك يسوع المسيح، هاللويا. هاللو، بشجع ناس كده ما كانتش تقدر تتحرك، الرب بيقول لك قوم احمل سريرك وامشي، ابتدي خد خطوة إيمان وقوم من على السرير وابتدي تحرك باسم الرب يسوع. لو ما اكلتش من اكتر من يوم جيبوا له اكل كده باسم الرب يسوع، يشفيك يسوع المسيح. هاللويا هاللويا هاللويا. اشكرك لاجل القيامه، نعم يا رب، اصلي باسم يا رب مسحه قيامه يا رب الانسان يا رب المسلمين النهارده، عينك مفتوحه يا رب على قدرتك، عينك مفتوحه يا رب على سلطانك يا رب، السلطان الممنوح يا رب لكنيستك باسم المسيح، لتدوس الحيات والعقارب وكل قوه العدو يا رب. انا جاي النهارده يا رب انا واخواتي بسلطان الكنيسه المتحده، انت قلت كده يا رب اذا اتفق اثنين على طلبه تكون ليهم، واحنا متفقين يا رب لاجل كل اخواتنا المرضى، واحنا متفقين يا رب انك انت قادر وانت تستطيع ولا يعصر عليك امر، انك امس واليوم والى الابد انت تقول تصنع خير. يا رب النهارده جايين نقول للابليس انت كذاب، انت قد طرحت، لانه قد طرح المشتكي في البحيره المتخذه بالنار والكبريت باسم المسيح يا رب. كل آلة تصور يا رب ضدنا لا تنجح، لا تنجح، كل آلة من الكذب، آلة من الخداع يا رب لا تنجح في وسطينا، وكل كلمة في القضاء يا رب نحكم عليها في القضاء باسم المسيح. سلطان الكنيسة يا رب احنا جايين ايماننا مصدقين، مصدقين يا رب ان المرأة المنحنية تنتصر، مصدقين ان يا رب المرأة نازفة الدم يا رب النسر ده يا رب يتوقف في الحال، مصدقين يا رب كده في ابن أرملة نايين باسم المسيح يا رب. انت قلت كده يا امرأة لا تبكي، انت لمست انت لمست النعش، يا ايها الشاب لك اقول قم، قوة قيامة، قوة قيامة على كل موت، لعازر هلم خارجا باسم يسوع المسيح، كل روح للموت يا رب متسربة في بيوتنا يا رب في مصر او في اي بلد يا رب، الناس اللي بتسمعونا لعازر هلم خارجا، نادي معايا على روح الموت اللي موجودة في بيتك، نادي معايا على روح المرض اللي موجود في بيتك، قول كده كده قول كده لحظر هلم خارجا، ويخرج روح الموت من بيتك، روح الاكتئاب من بيتك، روح الاحزان تخرج من بيتك باسم المسيح. اصلي رداء تسبيح اول عن الروح الجاد، اصلي رداء تسبيح اول عن الروح الجاد، اصلي فرح فرح الروح القدس، سلام لا ينطق فيه ومجيد يا رئيس السلام، يا رئيس السلام افتح كلمه الحياه على كل الناس يا رب محبطه، على كل الناس منحنيه، على كل الناس يا رب مصدقه في ابليس ومش قادره تصدق فيك. النهارده يا رب جايين واقفين جايين يا رب لاجل الايمان، ان يا رب انت تيجي على ارض فتجد الايمان، ايمان يا رب، ايمان ابن الله، ابن الله الحي يسوع المسيح القادر على كل شيء. اي يا رب رداء تسبيح، رداء تسبيح في كل بيت، لا
نعم يا رب في خيام الصديقين تسبيح، في خيام الصديقين الايادي مرفوعه، نعم يا رب في خيام الصديقين ايمان، ايمان يا رب مرتفع ضد كل عيان، ضد كل يا رب مرض، ضد كل احباط باسم المسيح. قوة خيامه وفرح الرب هو قوتنا، نعم فرح الرب هو قوتنا، نعلن فرح، نعلن سلام، نعلن طمأنينة باسم المسيح، نعلن قوة قيامك هذه الأيام باسم المسيح. مسح قوة بهذا الاجتماع لفك قيود يا رب على أسهال، نعم رب مسح قوة تخرج من عندك، مسح قوة، مكتوب قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع، مسح قوة تخرج من هذا الاجتماع يا رب، قوة ومسح من الروح القدس يا رب. كل الذين يا رب يطلبوك، كل الذين يسألوا جلال الشفاء هذا المساء، رب قوة الكنيسة المتحدة، سلطان الروح القدس يا رب، واعلن إيماننا وتقدمين في هذه الأيام باسم يسوع. واحنا بنصلي كده الرب موريني حد عنده أرق في النوم، وده مأثر عليه وأثر على جسمه وأثر على كل حاجة، فاعلن إيمانك معايا اللحظات دي كده باسم الرب يسوع. طمأنينة وراحة ونوم هادئ في حضن أبوك السماوي، في حضن أبوك السماوي طمأنينة، كل قلق وكل اضطراب وكل أفكار وكل مخاوف باسم الرب يسوع تهرب إلى الخارج. أنا بأعلن تهرب إلى الخارج، تهرب إلى الخارج، وهذه الليلة تكون ليلة للراحة. بسأل مياه شيلوه الجارية بهدوء اللي تملى قلبك وقلبك وتملى الأذهان وتملى الأفكار باسم الرب يسوع، ونسكن في محلات أمنة في حضور الرب وفي حضن الآب السماوي. راحة باسم الرب يسوع ونوم هادئ. ويبقى النهاردة شهادة ليك إنك بقالك كتير معرفتش تنام أو تنامي مرتاح بعمق باسم الرب يسوع. اي حد عنده تعب او ضعف في عضله القلب، اؤمن كمان ان الرب يلمس لمسات شفاء. ففي هذه اللحظات كده استقبل قوه من الرب الروح القدس، قوه لجسدك وقوه لعضله قلبك باسم الرب يسوع، شفاء باسم الرب يسوع. الهنا صانع الايات والعجائب، بجلدته شفينا، يسوع مات وقام وبجلدته أعطانا شفاء، كل الذين يؤمنون ينالون الشفاء. نعم نعلن إيماننا فيك أيها الرب. أي مرض باسم الرب يسوع، أجواء الحضور الإلهي ومسحة الرب للشفاء وللحرية وللقوة وللفرح في يسوع، في يسوع. أمواج تملأ البيوت باسم الرب يسوع، فيك يا يسوع، فيك حرية، فيك شفاء، فيك سلام، فيك حياة، فيك يا يسوع. أمواج شفاء وحرية، يا يسوع، فيك حرية، فيك شفاء، فيك سلام، فيك حياة، فيك يا يسوع، حرية، شفاء، سلام، حياة، في يسوع، في يسوع، فيك يا يسوع، حرية، شفاء، مشتهى كل
يسوع مشتهى كل الأمم، يا يسوع مشتهى كل الأمم، يا يسوع ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. كل شيء بك كان، أنت الألف والياء، البداية والنهاية يا يسوع. كل شيء بك كان، أنت الألف والياء، البداية والنهاية يا يسوع. فيك يا يسوع فيك حرية، فيك شفاء، فيك سلام، فيك حياة. فيك يا يسوع، أنت فيك يا يسوع، فيك حرية وفيك شفاء، فيك حياة، فيك يا يسوع. وإحنا بنختم كده اعلن نعم، فيك يا يسوع فيك حرية، فيك شفاء، فيك سلام. بسأل أمواج من الحرية ومن الشفاء ومن الراحة تملأ قلوبنا، حياتنا، بيوتنا، عائلاتنا باسم الرب يسوع. ونمتلئ من محبة الله الآب، ونعمة ربنا يسوع المسيح تغمرنا، ومعية ومعونة وشركة الروح القدس.